وسرقت لكم خطفة كده من التكنيك اللي هنعمله علشان عايزين نعمل مع بعض كذا بيتزا. تعالوا على الفرن في واحدة جاهزة. ترارارا. بصوا بيتزا مطاعم دي ولا مش بيتزا مطاعم؟ بصوا سامعين العجينة مش زي العيش الفينو الطري والخميرة الكتير. بصوا من تحت مقرمشة. تعالوا ننقلها على طبق تقديم. أحب أنقل البيتزا على حاجة خشب وارجع ووريكم. اسمعوا كويس. ولقينا مش الطبطبة، لقينا القرمشة، وهتشوفوا سهولتها وتنبهروا بقد ايه التكنيك بسيط. هاخدها هنا نحطها على طبق التقديم. وهتقولوا لي ليه شكلها مش مدور؟ مين قال لازم البيتزا تبقى مدورة؟ هحكي لكم دلوقتي رأيي في الموضوع ده. بنسيب الفرن على الشواية من فوق على أعلى حرارة. هتقولوا لي هتتحرق. هنسوي العجينة الأول هنا، هشيل دي على جنب كده ونحطها هنا ووريكم ازاي دي هتتحول لدي. دي مدورة، دي بيضاوية، مش مهم شكلها، لأنه هي دي باينة ودي باينة إنها معمولة بالإيد، مش معمولة بمكن ارتيزان هاند ميد. كل الحاجات دي هي حاجات بتزيد على الكواليتي وجوده الطبق. احنا لما نروح ونشوف في مطعم حاجه زي دي ده ما بنتقصش منها خالص، دليل انها كل واحده بتتعمل بالايد. ممكن نحط على دي ايه، هنسيبها دلوقتي ونعمل العجينه مع بعض علشان تتعلموا اسهل عجينه بيتزا واحفظوها. كيلو دقيق، دقيق عادي جدا، هنحط له معلقه صغيره خميره. الوصفات على فكرة بتنزل دايما بعد الحلقة، الفيديوهات حلقة كاملة ومتقطعة وصفات على اليوتيوب. تحت الفيديو على اليوتيوب بيبقى فيه المكونات، شوفوا المكونات وتفرجوا على الطريقة وهتبقوا جاهزين تعملوا الوصفة. معلقة صغيرة خميرة، معلقة صغيرة خميرة، معلقة صغيرة ملح. و عايز اقول لكم انه هنزيد عليها زيت زيتون لانه دي وصفه ايطاليه. هستخدم عجان ميانتا. خلوا بالكم انا حاطه كيلو دقيق، لازم العجان يكون قوي علشان يتحمل العجن اللي هنعجنه والكميه الكبيره. وفعلا بحب فيه ساعه الميكسينج بول بتاعه ده، ستاند ميكسر ميانتا. يمكن شفتوني قبل كده استخدمته كتير ووريتكم فيه على الانستجرام حاجات تانية بتتعمل. شايفين الاسم ده هنا؟ مع بعض هنشيل الاسم ده ونحط اتاتشمنتس، اضافات بتعمل حاجات خطيره. خلينا النهارده نبتدي بالوصفه البسيطه. هنا ده الدوهوك اللي هو دو، يعني تلاقوا في المكتوب عليه الدو يعني عجينه، والهوك هو ده. هضيف بعيني ربع كوبايه زيت زيتون، وعايزين ميه فقط لا غير. دي ميه دافيه او بدرجه حراره الاوضه دافيه شويه. هزود شويه ميه بالاول و هنبتدي نعجن ونتكلم معاكم لانكم وحشتوني. هاي دينا. هاي شيف مي، الف الف مبروك حبيبتي. الله يبارك فيكي يا روحي، ازيك؟ الحمد لله بخير يا رب. عامله ايه؟ بخير. انت ثانك يو يا دينا، ثانك يو. في اي مكان تتواجدي فيه. ثانك يو حبيبتي. انا اسفه اني غايبه عنكم على الانستجرام بقالي فتره، واكيد انتم مقدرين. انا مبسوطه، انا بشوفك كل يوم لايف. حياتي يا دينا، يعني حاجه حلوه جدا. ثانك يو. تسلمي لي. قولي لي يا دينا، ايه البيتزا اللي لو انت عندك الفرصه تاخدي عجينه ساده جدا كده من اول التوبينج للاضافات اللي بتشبه دينا وبتطلع بيتزا دينا؟ قولي لي. بصي انا نفسي اتعلم اعمل رانش بيتزا. انا هوقف العجن واسمعك. نفسي اتعلم اعمل رانش صوص بس للاسف ما عرفتش اظبطها. يعني نفسي اتعلم اعملها. اللي هي ايه؟ اوكي. الرانش صوص، نفسي اتعلم اعمله. الرانش انت اوكي صوت. مش مشكله، انت تحبي التوبنج يبقى رانش وعليها ايه؟ الصوص تبقى رانش والتوبنجز تشيكن فيجيتابل. تشيكن يعني بليق مع الرانش؟ يعني اي ثينك اه يعني هيبقى اوكي يعني بالنسبه لي. اديك التاتش بتاعي، الرانش يليق معاها قوي البارميجان. خلوني بس اطلع حاجه يا دينا معاه وانت معايا على التليفون قبل ما تتحرق. تعالوا على الفرن. بصوا خلوني اجيب فين القطعة. خلاص هجيب حاجة تانية اطلع فيها. دي كالزوني بالنوتيلا. خلوني احطها على الكاتينج بورد.
واجيبها قدامكم. سو يا دينا انت البيتزا بتاعتك رانش بالفراخ صح؟ اه بس يعني ليه عندك سؤال في البيتزا؟ انا ما عملت البيتزا على البوتاجاز زي ما قلت لنا قبل كده دايما بتطلع مش مستويه من جوه معايا، مش عارفه ايه الغلطه اللي بعملها. طيب تابعينا لانه احنا بنعملها النهارده، حرقتي الطريقه، بنعملها النهارده على البوتاجاز والفرن. تابعيني وهتعرفي بالظبط التريكس البسيطه علشان تطلع العجينه صح، والسر في اي بيتزا العجينه. شكرا يا دينا، هتعرفي دلوقتي الاسرار. خلونا نعجن والميه هنا، الميه بتضاف بالتدريج. محتاجه شويه كمان، ولو زودنا ميه الحل ايه؟ نزود دقيق. سهله، بس اول ما العجينه تبتدي تلم. اوكي بصوا شوفوا توقعت، اول ما العجينه تبتدي تتلم حوالين الدهوك كشكل كوره احنا تقريبا تمام. نراقبها كويس، بنعلي السرعه وبنزود ميه فعلا نقطه نقطه، يعني اهو نعلي السرعه. وعايزه اوريكم يعني ايه العجينه بتلم. بصوا العجينه لمت، يعني ايه لمت؟ يعني مفيش دقيق فاضل تحت وابتدت تبقى على شكل كوره. في المرحله دي هنعجن العجينه من 3 ل 4 دقائق على سرعه مثلا 4 ل 5. العجان بيستحمل قوي العجن، انا ساعه مره عجنت فيه تقريبا 9 دقائق، كان في وصفه لازم العجينه تتعجن كويس، فعلا من العجانات القويه. بس انا النهارده طبعا علشان العجينه دي محتاجه وقت للتخمير مجهزه لكم الاتي. ترارارا، بصوا العجينه، بصوا بصوا حلاوه العجينه اهي، مفيش احلى من العجينه دي. ومش بس البيتزا، لوصفات كتير هتدعولي لما تجربوها. كيلو دقيق، معلقه صغيره خميره، معلقه صغيره ملح، ربع كوب زيت زيتون، ممكن زيت نباتي، وميه حسب الحاجه فقط لا غير. طيب هناخد دلوقتي، عايزه اعرف دينا عملت الرانش بالفراخ كومبينيشن، خلطه تجنن. تعالوا اسمع منكم ايه تاني. في ناس سماح، هاي يا سماح. الو الو الو، ازي حضرتك؟ ازيك يا روح؟ الحمد لله، انا مبسوطه جدا ان دخلت النهارده معاكي والله. حبيبه قلبي يا سماح، احكي لي ايه البيتزا المفضله عندك؟ لو انت عندك فرصه زي ما انا قدامي دلوقتي عجينه فيها ما فيهاش حاجه قصدي، وممكن تحطي اي صوص واي توبينج، اي حاجه انت عايزاها او اي نوع جبنه كمان. والله انا بحب دايما البيتزا اللي بالتونه، يعني بفضلها دايما بالتونه. تونه حلو، يعني بخليها بسيطه جدا، يعني هي تونه بس. والصوص ايه؟ بالصوص العادي بتاع البيتزا، الصلصه العاديه بتاعت طماطم اللي انا بحطه دلوقتي حالا، بيوري طماطم. وممكن يتعمل بالطماطم الطازه في البيت، وممكن يبقى طماطم طازه معاها صلصه. انا ده بيوري جايباه من السوبر ماركت، ما عليهوش اي اضافات ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه، هنحط عليه بس شويه زعتر او ريحان. طيب حطينا التونه والطماطم، هتحطي ايه تاني؟ بس كده بحط بقى الزيتون المخلل، وبحط شويه موتزاريلا على الوش، بتبقى بسيطه. كل ما كانت بسيطه كل ما بتبقى طعمها. برافو، عايزه احكي لك حكايه. بشكرك الاول على تليفونك. لما كنت مره كده في رحله لايطاليا، يعني كان في دراسه بدرس حاجه هناك، لقيت ان هم يا دوبك بيحطوا اخرهم 3 4 مكونات على البيتزا، يعني مثلا الجبنه مع انشوجا، الجبنه مع بيبروني اللي هو طبعا عندهم بيبقى مصدره مش البقري بس، اللي هو احنا عندنا هنا سموكت اهو، ده السلامي وده الحراق شويه وسموكت، وده الساده عشان الولاد. بيحطوا حاجتين ثلاثه، ولما بتطلع بيحطوا عليها ورقيات زي ما هعمل في البيتزا دي، بيحبوها بسيطه ويستمتعوا بمكونين او ثلاثه فيها. طيب انا حطيت ايه؟ حطيت صلصه طماطم عاديه جدا، هنضيف عليها ايه؟ طعم الريحان حلو، بس هنضيفه بالاخر عشان ما يسودش. هنضيف زعتر، الزعتر اهو ده زعتر طازه، وحط لكم هنا زعتر مجفف. زعتر مجفف ممكن برضو تستخدموه بس مليان في مصر الطازه، ويا ريت تزرعوه كده زي ما انا بزرع الريحان والحاجات في البلكونه، حتى بيعيش على شباك المطبخ، الحاجات دي بتدي روح وطعم.
للاكل، ووجودها في البيت كده بحسه متعه الواحد يعتني بيها ويلاقي عنده زرع بالبيت. حطينا الزعتر، ممكن نحط عليها جبنه بافالو موتزاريلا. هتسالوني يعني ايه بافالو موتزاريلا؟ يعني دي، خلوني اوريها لكم، شايفين دي اهي، دي جبنه موتزاريلا طازه، يعني ما تحفظتش، ما تحفظتش. شايفين رقتها عامله ازاي؟ معموله من اللبن الجاموسي. دي متصنعه في مصر، موجوده باغلب السوبر ماركت، هي اغلى من الموتزاريلا العاديه اللي نشتريها، بس هي الموتزاريلا الحقيقيه اللي هي كما يجب. دي او دي، الاثنين متاحين. انا النهارده هضيف دي منها نفسها بس كور صغيره، فبيسموها بافالو اللي هو الجاموس موتزاريلا. فالفكره انه دي الطريقه التقليديه، ولو تقدروا تحصلوا عليها هتجربوا طعم موتزاريلا عمركم ما دقتوه. واسال لميس من طنطا تحب تعمل البيتزا بتاعتها ازاي. هاي يا لميس. هاي، هلو هلو، ازيك يا مي؟ ازيك، عامله ايه؟ تمام يا روحي، مبسوطه بيكي، متابعاكي من زمان حبيبه قلبي. ألف مبروك أولا على البرنامج. حبيبتي الله يبارك فيكي. عملت مخبوزات أنا كتير على فكرة، عملت البيتزا مرة من الطريقة بتاعتك، والمناقيش والعيش والبرجر. لا تلميذة نجيبة. تلمستك. متابعاكي بقالي فترة. حبيبة قلبي. لا أنت شطورة بصراحة. طب ممكن أسألك السؤال النهاردة، عايزة أعرفه منكم. لو أنا اديتك عجينة بيتزا واديتك الاختيار الكامل تحطي الصوص اللي انت عايزاه، وانتوا عارفين انا بغير بالصوص لو انت متابعاني، وتحطي الاضافات التوبينجز اللي انت عايزاها، ايه البيتزا اللي تشبهك؟ انا بحب التشيكن باربيكيو بيتزا. حلو، انا بحبها كمان. وبحب الحاجات اللي هي غريبة شوية، الحاجات اللي فيها اناناس، الحاجات اللي فيها اناناس. ده بيمشي مع السي فود، مع المأكولات البحرية. بالظبط كده. طب خليكي معايا ثانيه وانا بدخل البيتزا على الفرن. احنا سوينا القاعده من تحت واتقرمشت، وضمننا انه عندنا قاعده مقرمشه. انت متعوده على ده، وما انك عملت البيتزا بتاعتي تبقي عارفاها صح؟ تمام. دلوقتي حطينا التوبينجز البسيطه جدا، حطيت شويه سلامي وجبنه موتزاريلا وطماطم، ودهنت الاطراف بزيت الزيتون. ندخل تحت ايه؟ يلا نحطها تحت ايه، تحت ولا فوق الشوايه؟ هنحطها بقى فوق الشواية. يعني بس الشواية من فوق صح؟ لا، متابعة. هنحمر الجزء اللي فوق تحت الشواية وبس، وكده تبقى البيتزا اللي انتوا شايفينها دلوقتي، سمع الصوت؟ أيوة، جاهزة. انت بتحبي تشيكن باربيكيو؟ بتحبي التشيكن باربيكيو؟ على فكرة بيمشي معها الأناناس. ها صح. انت صح، ممكن. طيب حبيبتي ثانك يو على اتصالك. هنكمل دلوقتي الدريسنج بتاع البيتزا دي. بصوا، عشان لما تشوفوا في المطاعم الحاجة تتأكدوا انه انتوا برضو ممكن تعملوها بالبيت. دي ورقيات، كل حاجة هنا زراعة مصرية، كل حاجة موجودة بأرض الخير. مصر جواها لا هو قارس البرودة في الشتاء ولا هو شديد الحرارة في الصيف، فتلاقوا كل الزراعات الحمد لله متوفرة، حتى الأفوكادو، حتى البابايا بقت موجودة في مصر. هناخد عليها ايه لو احنا عايزين بتاعة المطاعم اللي بندفع فيها قد كده؟ هنحط عليها جبنه موتزاريلا، سوري، جبنه بارميجان، ودي بتضيف عليها طعم تاني من الملوحه. يعني الموتزاريلا مش حادقه قوي زي البارميجان. اوكي، شكلها شبه بتاعه المطاعم اللي هي بنروح عليها في الاماكن الحلوه الايطالي، اللي زي ما قلت لكم بتكلفنا فلوس كتير وهي حلوه، بس احنا نقدر نعملها في البيت. هاخد شويه زيت زيتون خفيف بس عشان دي تعتبر السلطة اللي فوق، وهناخد شوية بلزمك ونرد على ليا ونعرف ليا بتحب البيتزا بتاعتها ازاي. دقيقة، أنا سمعت دقيقة ليا. حاضر يا أستاذة هوايد. هناخد شوية خل البلزمك. خل البلزمك هو خل إيطالي معمول من العنب، العنب الأحمر. تعالوا بس نبص على البيتزا بسرعة نشوف وصلت فين. ابتدت تسيح، هسيبها جوه تحت الشوايه على اعلى حراره. وايه رايكم بالبيتزا دي؟ لا دي خطيره بجد، خطيره. ترارارا، يلا نبص على البيتزا اللي دخلناها الفرن قبل ما نطلع الفاصل. خلوني اجيب، ريحتها خطيره. يا سلام، بصوا 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 بصوا، ترارارا.
يعني بقول لكم ايه، مفيش احلى ولا اشهى من كده. بصوا دي، خلينا نجيب دي جنبها كده. بصوا دي ودي، ما تقوليش هتطلبوا من بره بيتزا بالحلاوه دي، ما تقوليش انه في البيت. انا عايزه اسمعكم، اوكي؟ احنا ممكن نعمل درامز عليها. بصوا من تحت، ودي بعد شويه هتطرى زي دي. بصوا تفضل مقرمشه من بره بس هشه من جوه، تحسوا بعمل اعلان للبيتزا بتاعتي، بيتزا على مي. انتوا كمان هتقدروا تعملوها، ما اعتقدش في حد. هتقولوا لي الصاجه ونجيبها منين؟ طاسه نون ستيك، كلنا عندنا طاسات في البيت، اعملوها صغيره على قد الطاسه، لو في طاسه كبيره، المهم تبقى غير قابله للالتصاق فقط لا غير. يعني انا لو كان عندي طاسه بره هنا كنت وريتكم اي طاسه في البيت. طيب طيب تعالوا نعمل واحده تانية. اظبط الحراره هنا، نعلي الحراره شويه، اوكي، ونعمل بيتزا تانية. احط دول ورا لحد ما ندوقهم ونتعذب مع بعض. طيب انا عايزه اعرف انتوا هتعملوا البيتزا بتاعتكم المفضله ازاي. اسراء هتقول لي من القاهره. هاي هاي اسراء. هاي، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ تمام يا روحي، الحمد لله تمام. اخبار حضرتك ايه؟ والله انا اهو بخير معاكم على الهوا كل يوم. قولي لي يا اسراء، ايه البيتزا لو انا اديتك عجينه زي دي؟ بصي انا بعملها ازاي، هوريكم التكنيك اللي بنخلي اطراف العجينه زي المطاعم، بنقرص عليها كده شايفين، واحنا بنعملها على شكل دائري بيضاوي اللي انتوا عايزينه، بنطلع الاطراف، النص هيبقى تقيل تخين هنفرده. فلو اديتك قطعه عجينه بيتزا ونعتبرها ورقه بيضاء او لوحه، وقلت لك ارسمي لي بيتزا المفضله او بيتزا الاحلام، هتعملي ايه؟ هتحطي صوص ايه؟ جبن ايه؟ هحط صوص رانش. رانش؟ و... عليه اقبال. بحب صوص الرانش جدا. لازم نعمله في البرنامج كده. يا ريت. حاضر. يا ريت. سهل جدا والله. قولي لي، طب رانش حلو؟ واحط حاجات سي فود بقى، جمبري و جمبري حلو؟ اكلت مره جمبري مع المشروم، كان عاملين ميكس تحفه. بجد؟ مش عارفه ليه ما بحسش الجمبري والمشروم فور يعني بالنسبه ليا ميكس مع صوص الرانش، كان عاملين طعم رانش جمبري ومشروم. استني بحاول اتخيل الطعم. تعالي وانا بكلمك خليتيني يعني اتحمس اعمل واحده بالمشروم بيتزا. طيب جبنا ايه؟ جبنا بارميجان. بارميجان حلو. طيب وايه الجبنه اللي هتسيح وتعمل ال موتزاريلا؟ ايه؟ موتزاريلا. صح. برمجان، موتزاريلا، رانش، جمبري ومشروم. صدق هجربها واقول لك. حلو. هجربها واقول لك. ثانك يو حبيبتي على اتصالك، وفتحت نفسي اعمل حاجه بالجمبري والمشروم. طيب احنا هنا قاعدين بنعلي اهو الحراره علشان نحمر البيتزا من تحت. تبتدي العجينه من تحت تستوي وتسوي نص الطبقه من تحت وتاخد لون حلو قرمشه. صينية البيتزا بحس العجينة بتطلع زي العيش، عارفين العيش اللي عملناه في حلقة سينا؟ عيش حلو بس طري. البيتزا ميزتها، ولو حابين ممكن نقطعها مع بعض وندوقها مع بعض عشان تشوفوا ميزة البيتزا دي. خليني أجيبهم هنا. لا، هديل من بنها معانا وإحنا بنقطع أشهى بيتزا مطاعم معمولة في البيت. هاي يا هديل. ألو. ألو، ازيك يا شيف مي؟ أنا تمام يا روحي. ازيك؟ كل سنه وانت طيبه ومنوره الدنيا، وكل اكلاتك بجد سهله، يعني مش عارفه بتحطي تاتش من من البساطه مش عادي على اي وصفه بجد. عارفه بحط ايه؟ بحط حبي للاكل وحبي ليكم وحبي اني ااكل الناس، هو ده المكون اللي بيطلع الاكل لو انت بتشوفوه حلو. حلو حبيبتي يا شيف مي، بنشوفك على انستجرام طبعا، بنتابعك دايما وبنحب طاقتك، عندك طاقه ايجابيه ما شاء الله. طب احكي لي كده، بنحس ان احنا عايزين نقوم نلبس ونخرج ونعمل. طب نقوم نشتغل كمان يا هديل. جدا. ما انتوا شايفيني الفتره اللي فاتت شغل شغل شغل. انا بحب بحب فكره نشتغل كتير جدا ونعوض نفسنا ونستمتع كتير جدا، نستحق الاجازه. تعالي اعرف عن انت بتتمني لو قدامك بيتزا عجينه زي اللي معانا. بصوا اللون اصلا من تحت
عايزه اوريكم ابتدت من تحت تاخد لون. فاكره المناقيش اللي عملناها؟ جدا. المناقيش هي زيها بالظبط، بنحط العجينه على الصاجه. الفرن عندك يعني سو بابلز بالظبط، اهي البابلز ابتدت تتكون. برافو برافو برافو. وهدوق معاكي وانت بتقولي لي ايه بيتزتك المفضله. يلا. ايش مش سامعه؟ لو البيتزا العجينه قدامك تحطي عليها صوص ايه وتوبينجز ايه عشان تبقى بيتزا؟ بحب البيبروني قوي مع صلصه البيتزا، الريحان، كل الانواع الجبن بحبها. فكرتيني بالريحان. بحبها جدا. ايه؟ كل انواع الجبن بحبها جدا. تشيز لافرز يعني، عارفه بيتزا تشيز لافرز دي ليكي؟ اه. طيب انا دلوقتي بدوق حالا قطعه بيتزا بصوص التوميتوز الطماطم وعليها البيبروني او السلامي والجبن الموتزاريلا والريحان. واو. شكرا شكرا شكرا، ويا ريت اقدر ادوقك لانها شكلها بيتزا المفضله عندك فظيعه. بصوا حلاوتها، بصوا وانا بتاكد من انه العجينه من تحت استوت. نرد على سلمى، بصوا هاو بيرفكت قد ايه ممتازه. هيا سلمى. شيف ماي ازيك؟ انا تمام يا روحي، بخير الحمد لله. بحب اسم سلمى قوي، وانا بحبك جدا على فكره، انا متابعاكي من زمان جدا وبحب كل اكلاتك وكل حاجه. حبيبتي يا سلمى، قولي لي لو عندك عجينه بيتزا ما عليهاش اي اضافات تحطي عليها صوص ايه، وتحطي عليها اضافات ايه تبقى بيتزا سلمى؟ اوكي تمام. ممكن احط الصوص صوص طماطم. اوكي تمام. وبحط مشروم وفلفل الوان وجبن بقى بارميجان وموزاريلا وممكن احط كمان جبنه. ايه تاني؟ كل الجبن بقى لاني بحب الجبن اللي هي البيتزا بالجبن. بما انك قلتي لي البيتزا بالجبن، خلينا نقول للناس بتتعمل من انهي اجبان البيتزا بالجبن. ممكن تتحط عليها الجبنه الريكفور والجبنه والجبنه الموتزاريلا وجبنه البارميجان، وممكن كمان يحطوا انواع مختلفه زي السموكت، الجبنه المدخنه عارفاها اللي بتيجي من بره بني كده وبتسيح. خلطه الاجبان دي تبقى خطيره، وممكن من تبقى من غير اي لحوم. انا دلوقتي حابه احط مشروم، في كذا نوع مشروم، في الابيض في البني في انواع بالسوق كتير. هنحط مشروم وانت بتكلميني. انا حاطه صوص طماطم وجبنه موتزاريلا مشروم. تعالوا نحط زيتون اهو. بتحبي الزيتون مع البيتزا؟ جدا، بيديها كده ملوحه صح؟ طعم حادق، بيديها تيست حلو كده. تيست حلو صح. وهنحط معاها ايه؟ تيجوا نحط شويه طماطم قطع، بوريكم بس انه ممكن نضيف تكستشر ملمس. اوكي ممكن نحط ايه تاني؟ ممكن نحط شويه زعتر زي ما حطينا، و هاتوا احط شويه الزعتر دول. في ايه تاني جنبي ممكن نحطه؟ هنحط شويه زيت زيتون، ده تريك ممكن تعملوه، تحط شويه زيت زيتون على الاطراف كده. وبرده تريك ظريف، هاخد جبنه البارميجان وابشر شويه بارميجان فوق زيت الزيتون، هتديها كراست كده ظريف. اللي هيسالني عن البيتزا الستافت كراست هقوله بكل بساطه هتحشي الاطراف. هدخل دي ونسويها زي ما سوينا دول، واطلع لكم واحط لكم سطره البيتزا العظيمه ونعمل بيتزا.